انا سواق دلوقتي ليا اكتر من 40 سنه او 35 سنه، لا النقابه ادتني حاجه ولا لا مؤاخذه مستشفى ولا علاج ولا اي حاجه من حقوق السواق. انا دلوقتي حضرتك عايز طريق امشي، انا رحنا ثلاث جهات حضرتك للطريق، رحنا للسيد المحافظ والقائد الجيش والهيئه حضرتك، رحنا للمحافظ قال لنا طريق جيش، رحنا الجيش حضرتك قال لنا طريق هيئه، طب حضرتك نمشي منين؟ احنا بنعاني هنا من الطرق، الشارع عندنا احنا شغالين مجره القريه، مجره القريه دي العربيه كل شهر بالظبط لينا عفشه، والعفشه بقت ب 3000 جنيه. احنا مش عارفين نعمل ايه. الطريق دوت من بدايته وحتى النهايه بتاعته يعتبر ما فيهوش اسفلت اصلا، والحاله بتاعه الطريق سيئه جدا جدا جدا، وبناخد فيه وقت ما يعادل ساعه ونص في ال 42 كيلو اللي بتمشيهم العربيات. الطريق ده اصلا لو متسفلت هو المفروض ياخد مع العربيه، لو هو متسفلت وطريق نظيف او تمام بياخد حوالي 30 دقيقه، هو حاليا بياخد معانا بالظبط حوالي 90 دقيقه. في مشاكل عندنا، مش مشاكل، في فساد، من الموقف ده مليان فساد، وبسببه لجنه الاشراف على المواقف، ما فيش اي اشراف، بياخدوا كارته وبس، الكارته اللي بياخدوا ما فيش اي خدمات بيقدموها للسواق ولا صاحب العربيه. النقابه بياخد مننا زماله وبياخد مننا نقابه. طب فين دول؟ لما يجي انا عندي بنت عيان او عندي قعد عيان او انا عيان او حادثه او اي حاجه، ما بليش حد يقف جنبي. اروح لمين؟ ويطلعوا يوصلنا الطريق حضرتك، احنا بنمشي 42 كيلو ب 3 جنيه الا ربع. طب فين حضرتك؟ في زينا 42 كيلو ب 7 جنيه، احنا عايزين عدل حضرتك. ولجنة الإشراف على المواقف موقفة واحد هناك بيقطع الكارتة، الكارتة دي غرامة ومش لاقي كارتة موقف، المفروض ما يقفش في الموقف، يقف بره، وأي عربية طلع يغرمها. لكن احنا المفروض عايزين المسؤولين، قائد إدارة المرور السويسي جاي لنا هنا هون ويشوف مشاكلنا، وعلى الصحراوي، مفيش خط غير خط سير، جميع خطوط السويس شغالة على الصحراوي. دي أول حاجة، مفيش إثبات، مفيش حاجة، لجنة الإشراف هنا بياخدوا كارتة مننا بس، أكتر من كده مفيش، كارتة احنا عايزين ياخد كارتة يعاوني. لما رحت للمشرف بتاع الموقف هنا بقول له في حاجة الغريب في الموقف الأول، بيقول لي هات المرور. ليه المرور هو اللي بيقطعني كارتة؟ المرور ما بيقطعنيش كارتة، المفروض لو في حاجة غريبة ما تخش من الباب.